السلام عليكم ورحمة الله اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 هو موعد لدخول ثاني دفعة لمنحة البطالة لهذا الشهر بعد الدفعة الأولى يوم أمس 26 سبتمبر وانتظار آخر دفعة غدا 28 سبتمبر أسئلة كثيرة وردت في قناة أنا ما دخلت ليش المنحة أصلا المنحة تدخل على ثلاث دفعات لما دخلتوش أمس تكون ربما اليوم او غدا في حسابه يعني الغد بتعرف اسكو دخلت منحة شهر سبتمبر عموما ام لم تدخل نهائيا في هذه الحالة كل ما لم تصله المنحة اليوم ايضا ينتظر غدا كما قلنا ولما لم تصله غدا كما قلنا سقوط احد شروط منحة البطالة او خطأ يتم تداركه يعني في اليومين المقبلين او دير ريكلاماسيو في الوكالة كما شرحنا امس اذا كنت متأكد بان كل شيء على ما يرام تدي شهادة الاستفادة من منحة البطالة وبطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة أو جواز السفر إلى أقرب وكالة تشغيل بولايتكم باختصار حتى يوم الأربعاء غدا يعني 28 آخر دفعة لمنحة شهر سبتمبر بتعرف روحك أسكو دخلتك منحة شهر سبتمبر عموما أو لم تدخل يعني في تلك اللحظة بإمكانك اتخاذ إجراء لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد